لك على حاجه، لو الشغل بتاعي ما فيهوش يونيفورم، يعني ما فيهوش لبس ثابت، المفروض انا بروح الشغل ازاي، او ايه الاتيكيت في ان انا ممكن البس ازاي وانا رايح الشغل؟ اوكي، بص، هو على حسب طبيعه الشغل. في طبيعه ان هو ده شغل رسمي، اللي هو الدبلوماسيين، المحامي، فورمال اكتر. فورمال، اوكي. وفي مثلا زي القناه هنا شبابيه، تلبس بقى امبريمي انت كده من الاول، او انتوا الاثنين يعني هتلبسي كات، اوكي القناه بتسمح بكده. فهي على حسب انا بشتغل ايه، في طبيعه اللي هو لا انا لازم اكون فورمال او سيمي فورمال او اكون كاجوال. وفي اماكن بتخاف من الناس، انا لسه هتكلم كتير في الموضوع ده. لا لا براحتك. اوكي، في ناس بتخاف من الناس ان هي مثلا تبقى في حدود معينه بس تعرف تطلع براها، فهنا بيحطوا اليونيفورم، لا لازم كذا، دريس كود معين. او مثلا حتى لو الموضوع سايبينه بس يقول لك ممنوع كذا، يعني في ناس ده في كتير بيعرفوا مثلا يروحوا بكروكس الحاجات دي كلها. بصي الصح لو احنا هنتكلم في الفورمال، احنا المفروض الالوان اللي احنا نلبسها 5 الوان. الابيض والاسود، ودول ما فيهمش اي درجات. ماشي. البني والرمادي والكحلي، من اغمق حاجه لغايه افتح حاجه، يعني الرمادي من الداكن، الرمادي الغامق قوي لغايه الفاتح جدا، الكحلي من البلو مارين الغامق جدا لحد بيتدرج ازرق ازرق بلو سيال اللي هو السماوي، البني من البني المحروق لحد باج سكري اللي هو الاوف وايت. هم دي الالوان، انتوا متخيلين كده كام لون؟ كتير جدا، بس هم في الاخر 5. اوكي، ابيض واسود كحلي ورمادي وبني. ولكن الانثى من حقها ان هي تحط لون. ايه ده بجد؟ ايوه، عشان كده بتلاقي في ساعات بيلبسوا فورمال لابسه بدله سودا مثلا او ايا كان، شارب او بلوز او احمر مثلا، بالظبط، توب او بلوز حمراء صفراء خضراء بعيدا عن اللون اللي انا قلتها. وحاجه كمان، يعني انا بحاول ابص، هو ابيض واسود بس الفستان تمام، هو كده بكام لون؟ 2. ده يعتبر لون واحد، زي كده لون واحد. لو الحاجه امبريمي برنتد على 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 نفس قطعة على نفس القماشة، في ناس بتلبس ساعات روز واصفر واخضر، هو الالوان اللي هي ورد. بس كل ده يعتبر لون واحد، عشان يعني مشجر مثلا، يبقى ده لون مشجر. ده لون. احنا بقى بنلبس كام لون؟ احنا 3، من 2 لـ3 مينيموم 2، ما ينفعش حد يلبس كله ابيض كله اسود، الا بقى لو بيمثل دور حرامي مثلا، عايز دور دكتور كله ابيض، يعني دي حاجه تانية. او حتى لو البدله كلها نفس اللون مثلا، تشوز لازم يكسر بحاجه مختلف، الاكسسوارز والحذاء والحزام لازم يكون نفس اللون. بس هو ده في اقاويل بقى طلعوا الناس بتوع المود، انا بحب كده انه الشنطه والجزمه والحزام يبقوا نفس اللون، ده الاساسي، ده الفورمال اتيكات. بس انا بحس انه لا، الناس اللي هم خبراء الموضه والحاجات دي قالوا لا ده خلاص بقى اولد فاشن، المدرسه الجديده دلوقتي. الاحسن ان انت تلبس كل حاجه لون عادي، المهم يبقى كله بيماتش مع بعض. هنرجع تاني لطبيعه الشغل. لو طبيعه الشغل بتسمح بكده تمام، لو ما بتسمحش بكده لا، انا ما بكونش فلاشي، بكون اللون هادي. انا مش بشوف قدامي حد لابس غير لونين 3 بالكتير 4. اوكي، عشان كده كمان من ضمن الالوان ما تنفعش خالص اللي هي الالوان الصرخه الفجه، في زي الفوسفوريك، في زي في سواتر مثلا كان طالع موضه اللي هو الفضي، الكلام ده لو رايح بارتي او اوكي البس اللي انت عايزه، لكن في الشغل ده حاجه تانية خالص. حلو. طيب دينا، برضو عايز اسالك على موضوع، بعد ما خلص الاسانسير وطلعنا، ازاي اتعامل مع مديري في الشغل لو في بقى حق انا عايز اتكلم فيه، لو في حاجه عايز اتكلم فيها في الشغل، فازاي انا اتكلم مع مديري من غير ما اخرج عن نطاق الاتيكيت؟ بص، هو اهم حاجه ان احنا نكون مركزين فيها، ان احنا في مشكله ما فيش مشكله، بنسلم في البدايه وبنسلم في النهايه. يعني انا لما ادخل اقول يعني اخش اعمل مشكله، طب سلام عليكم. لا برضه انت قفلتها بفيونكه كده حلوه يعني. فاحنا بنسلم في البدايه وبنسلم في النهايه. نبره الصوت نركز ان هي ما بتكونش عاليه، ومش بنستخدم الفاظ اصل ده سوري بقى ويقوم قايل الكلمه اللي هي ما ينفعش ان هي تتقال. فدي حدود، ان احنا لو انا مركز في السلام في البدايه والنهايه، الصوت يكون مظبوط، حتى لو اتعصبت يبقى شكلك راقي، بتعصب وانت هادي. يا سلام، اتخانق كده خناقه كتير. بتكون صاحب حق، يعني حتى بيبقى قادر انه يسمعك، مش بيقول لك من فمك وطي صوتك، طب اهدى شويه، طب استنى، طب نتكلم في الموضوع ده بعدين. يعني في كذا طريقه ان اللي قدامك برضه ممكن هيسكتك او هيتفاداك.